يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، أيها الأحبة، بمشيئة الله الواحد الأحد سنتكلم في هذه الخطبة وبعض الخطب القادمة عن أمر عظيم نحن في أمس الحاجة للحديث حوله وللتذكير به. سنتكلم عن اللبنة الأولى في بناء الأمة، والتي إن صلحت سيصلح بناء الأمة، وإن فسدت هذه اللبنة فسينهار البناء مهما شيدناه ورأيناه كبيراً وعظيماً. وأعني بذلك الأسرة وكيفية تكوين الأسرة. لا شك أن ارتباط الرجل بالمرأة وراءه غايات عظمى، من غض البصر وإحصان الفرج وستر النفس وإنجاب الذرية وتقوية الأمة. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: تزوجوا الولود الودود فإني مباهٍ أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا ما أمرنا به الشرع. لكننا سنتجاوز هذه النقطة إلى أمر آخر عظيم يخفى على كثير من أبناء هذه الأمة. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، هل كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في عموم عدد الأمة، أو في من سيدخل الجنة وسيكون رفيقاً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة؟ لا شك أن من تدبر هذا الحديث سيصل إلى الحقيقة التي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصد الصالحين والصالحات من هذه الأمة. فالعبرة ليست بكثرة العدد، فكم من أسرة عددها كبير وكان هذا العدد وبالاً وشقاءً على رب الأسرة وعلى بقية المسلمين. لا شك أن الأمة اليوم عددها يفوق 1,000,000,000، لكن الناتج من هذه الأمة وللأسف الشديد يكاد يكون صفراً، لا تساوي شيئاً، بينما عندما كانت هذه الأمة قليلة العدد تربت على الأصول الصحيحة الشرعية استطاعت أن تصل بملكها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، واقتحمت ودمرت كل الممالك والإمبراطوريات التي كانت موجودة. فالعبرة في حقيقة الأمر ليست بالكثرة العددية، إنما في الناتج
من هذه الذرية. على كل مسلم أن يعلم أنه لابد أن يسلك السبيل الشرعي للحصول على هذه الذرية الصالحة المطلوبة. والله عز وجل امتن على كثير من الأمم كما امتن على بني إسرائيل بقوله: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فربما حتى بهذه الكثرة العددية وبهذا العدد الضخم يسيئون لأنفسهم ويسعون في تدمير ذواتهم وأمتهم وملكهم ويزولون من على وجه الأرض أو يصيروا أذلاء كما نحن الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنا ووصف هذا الزمن بقوله: لكنكم غثاء كغثاء السيل رغم الكثرة العددية. من الأسباب الشرعية التي شرعها الله عز وجل لعباده ليتحصلوا على الذرية الصالحة ألا يكفوا عن الدعاء، ألا يكفوا عن الدعاء لفاطر الأرض والسماء تبارك وتعالى، أن يسألوا الله الذرية الصالحة، الذرية الطيبة، الذرية التي تنفع بعد الله تبارك وتعالى: واجعله ربي رضيا، وأصلح لي في ذريتي، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذا الدعاء مطلوب من الإنسان كما كان يفعل ذلك الأنبياء والصالحون، وأخبرنا القرآن العظيم عن هذا الأمر العظيم. ورغم هذا الدعاء فإن هؤلاء لم يتوقفوا من الأنبياء والصالحين لم يتوقفوا عن مجرد الدعاء، بل لابد من الأخذ بالأسباب الشرعية. وهذه الأسباب الشرعية الأخرى قد تبدأ أحياناً في هذا الأمر قبل حتى الزواج، قبل حتى الارتباط. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه أمته إلى حسن الاختيار من جانب الرجل ومن جانب المرأة. تنكح المرأة لأربع، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ووجه أهل أو أولياء أمور الزوجة: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذه الأسباب إذا أخذ بها الإنسان في الغالب إذا رزقه الله عز وجل ولم يبتله بعدم الحصول على الذرية، في الغالب أن ذريته تكون صالحة، لأن الأسباب لبناء البيت وتربية الذرية موجودة: الدين عند المرأة والدين والأخلاق عند الرجل. وإذا ما نظرت إلى حال غالب البيوت اليوم التي خرجت لنا أجيالاً، تئن الأرض ومن على الأرض من أفعالها السيئة، تجد أن رب الأسرة لا يتمتع بالدين ولا بالأخلاق، وكذلك المرأة، بل ربما كانا سبباً رئيسياً في فساد الذرية. أيضاً بعد الزواج، بعد حسن الاختيار، لابد من المطعم الحلال، مطعم الحلال، وخصوصاً إذا ما رزقك الله عز وجل بحمل مبكر، أن تنفق على هذا الحمل الجنين في بطن أمه من الحلال قبل ولادته وبعد ولادته. فأي نطفة نبتت من حلال كانت مباركة، وأي نطفة نبتت من سحت وحرام كانت والعياذ بالله شؤما على أهلها وعلى غيرهم من الناس. ثم التدرج في الذرية. خطبة اليوم ستكون توطئة ولن أفصل فيها كثيرا. ثم التربية في الإسلام، التربية منذ الصغر، منذ أن يبدأ الإنسان في النطق ببعض الكلمات والتعرف على المحيط الذي حوله، هنا تبدأ التربية رويدا رويدا. تعريف الإنسان، تعريف هذا الطفل بخالقه تبارك وتعالى وبنبيه. وأفضل تربية في هذه السنوات هي التربية ليست باللسان إنما بالحال. عندما يراقب الطفل
ويرى أباه ويرى أمه في صلاتهما في البيت، في الغالب تجدون هذا الطفل، ونحن نفرح بذلك ونسجل ذلك ونصور ذلك ونتبادل ذلك. الطفل الصغير يحبو ويأتي بجانب والده أو أمه ويبدأ في تقليدهما في كيفية الصلاة. هذا أعظم وسائل التربية، أعظم من أن تكلمه باللسان وأن تأمره أن يراك صالحا، أن يراك مستقيما، أن يراك تؤدي الواجبات التي عليك وأمرك بها الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموهم الصلاة لسبع. تعليم الصلاة بشكل كامل، عندما يكون طفلا يأتي بجانبك تأتي به إلى المسجد أحيانا يصلي بعض الأوقات أو بعض الركعات، وقد يلهو وقد يلعب في الصلاة لا تبالي. عندما يصل السبع سنوات تبدأ في تعليمه الصلاة بالصورة الصحيحة. والعلم يثبت أن هذه السن سبع سنوات ليست عبثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقولها صلى الله عليه وسلم هكذا، إنما فيها مغزى أرشده الله تبارك وتعالى الذي خلق البشر إلى أهمية هذه السن. يبدأ الإنسان في الاستيعاب، يستوعب ليس مجرد الأمر بل الغاية من وراء هذا الأمر. واضربوهم عليها لعشر لصالحهم بالطريقة الشرعية، لأنك تريد أن تنقذه من النار حتى يتربى دائما وابدا على عدم ترك الصلاة. ترهيب وترغيب، ترهيب من جانب وترغيب من جانب آخر. واضربوهم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. عندما تعاقبه على تركه للصلاة، تعاقبه على تركه للصلاة، أنت لا تكرهه ولا تريد أذيته، إنما تريد إنقاذه من النار، أن تغرس حب الصلاة في نفسه حتى لا يتركها. وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا أمر عظيم تربوي يخفى على كثير من الناس. وفرقوا بينهم في المضاجع، وسنأتي عليه بإذن الله في خطب قادمة على مجمل هذه التوجيهات، لكن هذه قبسات وتوجيهات في هذا الموضوع حتى نبني القواعد لننطلق بعدها إلى التفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. مجموعة كبيرة من التوجيهات النبوية في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع الأولاد. لابد من للزوج والزوجة أن يتعاملا بالحسنى داخل البيت حتى يتربى الأبناء على احترام الأب واحترام الأم. فالأم التي تحقر زوجها أمام أبنائها سواء في وجوده أو في غيابه وتقلل من شأنه، هذه أم لا تستحق أن تكون أمة، لأنها ستربي الأبناء على احتقار وازدراء الأب وعلى العقوق. والأب الذي يقسو على زوجته ويهينها ويحقرها أمام أولادها سواء في وجودها أو في غيابها، هذا لا يستحق أن يكون أبا، لأنه بذلك إنما يغرس في نفوسهم احتقار وازدراء الأم وعقوق الأم. لابد من المعاملة الحسنة، وأن يتربى الأولاد في البيت الصغار منذ الصغر على العلاقات الأسرية الطيبة فيما بينهم. لابد من تعليم الطفل منذ الصغر احترام العم والعمة والخال والخالة والجد والجدة وأبناء العم وأبناء الخال والجيران، وتعليمهم احترام الكبير وتوقير الكبير أي كان. هذه منذ الصغر يتربى عليها الأبناء. كان هناك في الزمن الماضي مثلث تربوي عظيم لم تر الدنيا مثيلا له، وعندما تحطم هذا المثلث فسدت الأمة وصرنا في حال مزرية. المثلث كانت له أركان: البيت، المسجد، المدرسة. مثلث إذا تربى الطفل داخل أركان هذا المثلث بالصورة الحسنة خرجت لنا أجيال عظيمة كالأجيال الأولى. لكن اليوم للأسف الشديد البيت ممزق الأواصر، البيت يعاني من المشاكل، يعاني من الصراخ، يعاني من عدم الاحترام بين الأزواج وبين الإخوة والأخوات، يعاني من صور شتى من الفساد والإفساد الذي ينشره رب البيت داخل الأسرة، أمور حسية مادية وأمور أخرى معنوية. ما سبب الضيق النفسي؟ ما سبب الهم والغم والسحر
وانتشار الشياطين وهروب الملائكة من البيوت، هذه التماثيل الموجودة في البيوت، هذه الصور غير شرعية، هذه القنوات الفاسدة، هذه التقنية التي أفسدت الأجيال، والأب ورب الأسرة لا يراعي ولا يراقب ولا يدري أين يذهب الأولاد، من يصاحبون، أين تذهب البنت، ما حقيقة الأسرة والبيت التي ذهبت إليه البنت لتذاكر مع زميلتها أو مع صديقتها، هل هو بيت محترم؟ هل هو بيت يمنع الاختلاط؟ هل هو بيت يدخل فيه كل من هب ودب؟ هل تدري أنت أين يذهب أبناؤك؟ مع من يركبون؟ عندما يقولون لك سنخرج في نزهة، سنبيت خارج البيت، هل تعلم مع من يبيتون؟ وما الذي سيرتكبونه في هذه النزهات وفي هذه الخلوات والاستراحات؟ ابنك الذي دخل عليك في البيت وأنت رب الأسرة وتعلم إمكانياتك، جاءك بسيارة تساوي عشرات الآلاف، من أين أحضرها؟ ابنك الذي سمحت له بالدخول في هذه التشكيلات الغير شرعية ليصبح مجرما يعتدي على الناس ويقطع الطريق ويؤذي الناس ويخطف الناس ويسرق الناس، ألست مسؤولا عنه؟ كيف تحول حال ابنك فجأة من القاع إلى القمة في مسألة الغنى والأموال؟ من أين له هذا؟ هل السماء تمطر ذهبا؟ لماذا لا تسأل؟ لماذا تفرح أنه أصبحت أمام بيتك مجموعة كبيرة من السيارات الفاخرة والعشرات من الوجوه الكريهة تتردد عليك في البيت وأمام البيت ويؤذون الجيران، وهذه السيارات وهذه القوة وهذه الأسعة، لماذا لم تسأل أين يشتغل ابني؟ من هؤلاء الذي انضم إليهم؟ من أين له هذه الأموال؟ من أين له هذه السيارات؟ من أين له هذه الأراضي وهذه الشقق وهذا الحال الذي تغير؟ لم تسأل أنت، فرحت لأن حالكم تغير، وربما بعض السفلة من الذين لا يقدرون الأخلاق أصبحوا يحترمونك ليس كما كان من قبل، أنت فرحت وسكت، وهذا هو السبب في الانهيار. البيت تدمر، المسجد وللأسف الشديد وأقولها بمرارة غاب عن دوره إلا فيما ندر، غاب عن دور المسجد، لا دروس، لا مواعظ، لا توجيهات، لا مدارس قرآنية تربي النشأ التربية السليمة وتحفظ الأبناء القرآن والأخلاق، القرآن والأخلاق، ليس المسألة مسألة تحفيظ القرآن بس، من حافظ القرآن أصبح شيطان الرجيم والعياذ بالله. هذا المسجد الركن الثاني ضاع دوره، أما المدرسة فدعوني أسكت، لأني لو تكلمت عن فساد المدارس فلن يتوقف الحديث. يكفي أنك تربي ابنك في البيت وتنفق عليه من جهدك ووقتك فترسله للمدرسة، ربما يوما واحدا ليعود لك بكم هائل من الألفاظ البذيئة والتصرفات اللا أخلاقية، ويتعلم في المدرسة وللأسف الشديد ما لا يتعلمه في الشارع الذي هو يمتلئ بالمجرمين والفاسقين. علينا أن نعي هذه الحقائق إذا أردنا أن نبني أمة، وليس مجرد أن نبني وطنا أو أن نبني مجتمعا. أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. أيها الإخوة، المسألة ليست مجرد مرحلة في الحياة ومتعة أن الإنسان يتزوج ويفتح بيت وينتقل من عازب إلى متزوج أو من عزباء إلى متزوجة ويدخل في طريق وسبيل الزواج والمتزوجين فقط، ثم يأتيك الأولاد وتفرح ومناسبات اجتماعية وحفلات. لا، المسألة كبيرة، المسألة في الإسلام أكبر من ذلك، تتعدى الحاجة البشرية إلى أمر عظيم. لابد أن يكون في ذهنك أن هذا المولود الذي رزقك الله عز وجل به أن يكون أحد الذين يساهمون في بناء الأمة، وليس مجرد حتى المجتمع فقط، أن يكون صالحاً وأن تكون صالحة. ولأجل ذلك وجب عليك أن تضحي بالكثير من الجهد والوقت. إذا كان عندك الجلوس في المقهى في المقاهي أهم من هذا الأمر، النتيجة أمامنا موجودة. إذا كنت أنت بهذا العمر بعد رزق الله عز وجل مررت مرحلة الشباب ووصلت وكونت أسرة، وما زلت تريد أن تعيش مرحلة المراهقة، المبيت خارج البيت والزرادي والنزهات والسفر والمباريات والعودة متأخراً إلى البيت ومتع الدنيا، فالنتيجة المنطقية والطبيعية هي هذا الكم الهائل من البؤس الذي نراه في أبنائنا في المجتمع وبناتنا أيضاً. أنت أيتها الأم إذا لم تحترمي نفسك وتعلمي أنك قد انتقلت بزواجك إلى ممارسة مهمة عظيمة كرمك الله عز وجل بها وبسببها، أمك ثم أمك ثم أمك، وأنك مدرسة، والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراقي، أنك انتقلت إلى ممارسة مهمة عظيمة ستكون الجنة مقابلاً لهذا العمل الذي قمت به وضحيت من أجله. إذا أردت أن تعيشي مرحلة المراهقة ومرحلة الصبا، لا تريدين أن تتركي مناسبة اجتماعية صغيرة أم كبيرة، عظيمة أم سخيفة، لا تريد أن تتركي سوقاً أو دكاناً أو تجمعاً أو أي شيء إلا وتكوني من متواجدة فيه. هذا النتيجة ضياع الأبناء وضياع البنات، ومهمة في عنقك أكبر من الأب، لأنك أنت الموجودة في البيت مع الأبناء. هذا يضع على عواتقنا على كواهلنا مسؤولية عظيمة. أنت لما تزوجت فتحت بيت يجب أن تعي، ولذلك قلت سابقاً في خطب عبر هذا الزمن أنه لابد من إنشاء، وأعيد وأكرر، لابد من إنشاء مراكز تأهيل للأزواج والزوجات. كل من يريد أن يقبل على الزواج لابد أن يدخل في دورة تأهيلية، ولابد للدولة أن تدعم هذه الدورات وتكون في كل مكان وبشكل مستمر. إذا أردت الزواج أو أردت الزواج لابد أن تدخل في دورة تأهيلية، تفهم الأحكام الشرعية اللي غايبة على كثير من الأزواج والزوجات. ممكن يقعد متزوج حتى 20-25 سنة وهو يمارس شيئاً خاطئاً، أو لا يفقه المعنى الحقيقي للطهارة وبقية الأحكام. وأن تفقه المعنى الحقيقي للزواج وكيفية تربية الأبناء إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يطول الحديث عنها. هذا الجانب الذي أردت أن أتكلم فيه اليوم بخصوص الأسرة. وأختم بموضوع مهم آخر، ولابد لنا أن نواكب الأحداث التي في المجتمع. أقول مستعيناً بالله عز وجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالساً ذات يوم مع أصحابه، فمرت جنازة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح. في يوم آخر مرت جنازة أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستراح منه. تعجب الصحابة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لحرصهم على التعلم، يا رسول الله
قلت ذات مرة عن جنازة مستريح وعن الآخر مستراح منه، فأبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم: أما المستريح الذي استراح فهو العبد الصالح الذي كان في طاعة الله عز وجل ينفق ليله ونهاره، فهذا بعد وفاته استراح من نصب الدنيا وهموم الدنيا ومشاكل الدنيا ومعاصي الدنيا، استراح منها وذهب إلى رحمة الله عز وجل. أما الظالم والفاسق والفاجر والعربيد فمستراح منه، فالأرض الأرض التراب والشجر والدواب والسماء وكافة المخلوقات تستريح بموته، والإنسان يستريح بموت هؤلاء الظلمة وأهل الفجور، لأن الإنسان والبشرية وحتى الدواب قد يحرمها الله عز وجل من المطر ومن الغيث بسبب هؤلاء الظلمة والفجر والفسقة، فإذا ماتوا يفرح الإنسان، يفرح بموتهم وبالخلاص منهم وبالخلاص من شرهم الذي لا يتوقف أبدا. لذلك فنحن نفرح بموت كل ظالم وكل طاغية وكل جبار وكل فاسق وزنديق ومعتد على الحرمات وعلى الدماء وعلى الأموال، نفرح بموته ولا عجب في ذلك ولا عيب. أما الذين يقولون لا شماتة في الموت أو يقولون لا هذا أفضى إلى ما قدم، من الذي شكك في أن الظالم إذا مات أفضى إلى ما قدم وأنه سيعود الله عز وجل وسيحاسبه؟ من الذي يشكك في هذا؟ هذا جزء من عقيدة المسلم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وأي نصر أعظم من أن يهلك الله عز وجل الظالمين والفاسقين. نعم نفرح بموت كل فاجر وكل فاسق وكل عربيد وكل من استباح الدماء وقتل الأبرياء وهجر الأبرياء واستولى على أرزاق الأبرياء وقطع الطريق ونشر الفتنة بين الناس، نفرح بموتهم ونسجد لله عز وجل سجود الشكر ونرفع كف الضراعة لله عز وجل، نشكره على نعمته ونسأله أن يلحق بهم بقية الظالمين. لا نستحي ولا نخشى أحدا في قول هذه الحقيقة، لابد أن يكون هذا ماثلا أمام الجميع وأمام أعين الجميع. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا بلاء إلا كشفته، ولا خيرا إلا أنزلته، ولا عدو للإسلام والمسلمين إلا خذلته، ولا غائبا عنا إلا بالخير رددته، ولا مريضا من مرضانا إلا شفيته، ولا ميتا من أمواتنا إلا رحمته، ولا ميتا من أمواتنا إلا رحمته، ولا شهيدا إلا تقبلته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عسيرا وقعنا فيه إلا برحمتك يسرته يا رب العالمين. اللهم احفظ ليبيا وأهل ليبيا يا رب العالمين، واحفظ جميع المسلمين. اللهم احفظنا وآمنا في بيوتنا وشوارعنا وأسواقنا وأعمالنا ومساجدنا يا رب العالمين. يا قوي يا جبار، من أراد ديننا وأراد ليبيا والليبيين بخير، اللهم في هذه الساعة المباركة وفقه واعنه وسدد خطاه ومكن له وانصره على من عاداه. ومن أراد ديننا وليبيا والليبيين بشر ومكر وكيد وسوء وخيانة، اللهم أهلكه واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب الليبيين وأصلح ذات بينهم، اللهم اهدم سبيل الرشاد، اجمع كلمتهم، اجمع كلمة أهل الحق في ليبيا، وانصر أهل الحق على أهل الباطل يا رب العالمين. اللهم يا رب نشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم اشفي من ابتلي بفيروس الكورونا يا رب العالمين، اللهم اشفهم، اللهم اشفهم، اللهم اشفهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين، واشفي جميع المرضى وأهل ومن أصيب بالأورام يا رب العالمين، اشفهم جميعا وخفف عنهم البلاء، وخفف عنهم البلاء، وانصر الإسلام والمسلمين وكل أهلنا وأحبابنا وإخواننا من المهجرين والنازحين، اللهم اجبر كسرهم،
اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، وانصرهم على من ظلمهم يا رب العالمين، وردهم عاجلا غير آجل لمدنهم وديارهم وبيوتهم وأهليهم وممتلكاتهم، وخذ حقهم ممن ظلمهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين، وأقم الصلاة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.